من الجزائر ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عبد الكريم تفرقنيت، الكاتب والمحلل السياسي. دكتور عبد الكريم، كيف ستكون المنافسة بين المرشحين على الرئاسة وأغلبهم من أو من من كانوا شركاء في العهد السابق؟ نعم، بالفعل المنافسة يبدو أنها ستكون شرسة إن صح التعبير بين هؤلاء المرشحين الخمس. اليوم كرس ورسم المجلس الدستوري هذه القائمة، قائمة الخمس. يوجد ضمنهم أحزاب سياسية ومرشحين أحرار. هؤلاء كانوا ضحية، كثير منهم أو بعضهم كانوا ضحية العصابة، ضحية النظام السابق، حيث أن هناك وزير أول تمت إقالته بسبب مكافحته للمال الفاسد من قبل الموجودون الآن في السجون. ويوجد أيضا معارضون ويوجد أحزاب تنتمي إلى المعارضة، يعني هؤلاء ليسوا كلهم من النظام، بل كانوا في النظام ثم تحولوا إلى المعارضة بصفة أو بصفة أخرى. نعم، لماذا فقط هم من استطاعوا أن يحصلوا على الترشيحات لخوض الانتخابات؟ رغم أن سلطة تنظيم الانتخابات قلصت العدد، قانون الانتخابات ألغى بعض الإجراءات المعقدة من بينها المنتخبون، إلى أن 50,000 استمارة بدت أنها صعبة بالنسبة لهؤلاء الذين لم يتحصلوا عليها. فالذين تحصلوا كانت لديهم أحزاب، كانت لديهم تعبئة شعبية، وبالتالي تحصلوا. أما الذين لم يتحصلوا فما عليهم إلا أن يجتهدوا خلال الانتخابات المقبلة. نعم، هل الأجواء مهيئة من أجل إجراء دعاية بشكل مناسب لهذا المنصب؟ يبدو أن الأجواء الآن يتقسمها أو ثلاث أطراف، الجيش ومن ورائه الدولة والحكومة، الحراك. والحراك الآن فيه عدة وجهات نظر، هناك من يرفض الانتخابات، هناك من يقبل الانتخابات ويدعو إلى شروط، وهناك من يدعو إلى الدولة أو المرحلة الانتقالية. اليوم كانت هناك مسيرتان في سعيدة وورقلة، محافظتي سعيدة وورقلة، تؤيدان الانتخابات وتؤيدان الجيش. وكانت أيضا هناك يوم الجمعة الماضية هذه مسيرات ومظاهرات تؤيد وتطالب أيضا داخل، وأخرى تعارض وتطالب بإجراءات لتهدئة الوضع ولوضع أجواء مناسبة للانتخابات. يبدو أن الحملة الانتخابية ستكون استثنائية نظرا لهذا الوضع الموجود، على الأقل معارضون ومؤيدون. يبدو أن ستكون هناك مسيرات ومسيرات مضادة للانتخابات، كما ستكون تجمعات أيضا ليست كالانتخابات السابقة، لأن هذه الانتخابات مصيرية واستثنائية من حيث الظرف ومن حيث التوتر ومن حيث الحراك الذي حرر الشارع الجزائري وحرر الدولة الجزائرية من العصابة. وينبغي على الحراك الآن أن يساهم في عملية التغيير، بغية الوصول إلى جمهورية جديدة مبنية على القانون وتداول على السلطة واحتراز الحريات. دكتور عبد الكريم تفرقنيت، الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من الجزائر، شكرا لك.